30 نقطة، العين عنده 49، بينما كرة أمامية ريانية خطيرة، فرصة نيلمار يسجل الهدف الأول للريان. نيلمار يفتتح التسجيل الرهيب، 1-0 للريان بعد الخروج الخاطئ من قبل حارس المرمى الماس. الماس خرج في التوقيت غير السليم، بينما الكرة وصلت للبرازيلي في المكان المناسب في المكان الممتاز لمصلحة البرازيلي. نيلمار اللي حط الكرة في المرمى والهدف الأول للرهيب. 1-0 سيشعل المواجهة، 1-0 سيعطي المباراة أكثر إثارة، أكثر متعة، أكثر ند. عند عمر عبد الرحمن، عمر يمشي كرة أمامية سريعة خطيرة، الرد السريع، إيكوكو يرد بسرعة بسرعة للعين، هدف تعادل كيمبو إيكوكو، والتمريرة الذهبية الذهبية من عمر. يا سلام على الكرة، يا سلام على اللعبة، هدف جميل. عيناوي عيناوي العين يعود بسرعة ويسجل بعد الكرة اللي لعبت بطريقة رائعة من جانب عمر عبد الرحمن. يا سلام على الكرة المثالية، والكرة من الكرة الثابت من يمر، ينقل الكرة في المكان المناسب عند عمر. عمر من لمسة لبروسكي، فرصة، الهدف العيناوي الثاني. الله على عمر والله على بروسكي، هدف عيناوي ثاني. العين يحط الثاني، العين زين 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 اليوم، زين يا عمر، زين يا بروسكي. كرة في مرمى عمر باري، الهدف الثاني العيناوي، هدف جميل جدا بعد التمريرة الممتازة في المكان المناسب. أخيرا أخيرا سجل بروسكي، أخيرا سجل بروسكي، فرحة إماراتية كبيرة بالهدف.